بس انا بفضل الصحون الصغيره وكل واحد تعمل له صحنه الخاص مثل ما انكم لاحظين. والصنوبر، واسمع لي هالصوت يا غالي، بسم الله، ودوق او اعطينا رايك. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم بدي اقدم لكم طريقه تحضير الفته السوريه بطريقتي الخاصه وبنفسي الخاص. طبعا اهل المحلات عندهم حركه خاصه ما بيقولوها لحدا. اليوم بدي اعطيكم سره باذن الله تعالى. في عندي هون تقريبا كاستين حمص، انا نقعهم قبل بنهار. ليش نقعهم قبل بنهار؟ لحتى حبه الحمص تفتح بهالشكل هذا. لاحظوا معي كيف راح تفتح مباشره بس ضغطت عليها، هيك صارت عندي جاهزه للسلق. بهالمرحله هي ما بياكلوا سلق كثير لاني هن شربانين المي ومفتحات على الاخر. راح اضيفهم مباشره ونزل فوقهم المي واتركهم لحتى ينسلقوا. راح ياخذ معكم وقت تقريبا من 20 لل 25 دقيقه سلق. شو السبب وشو ضفت وشو لازم ما تضيفوا؟ هلا في بعض الناس بتضيف بيكربونات الصوديوم او الكربولا بيقولوا عليها مشان تسرع عمليه السلق، انا ما بضيف شيء نهائيا وبحب تنقعوا الحمص اقل شيء 24 ساعه. هاي المده كافيه لتفتيح حبه الحمص وينسلق معكم على السريع. هلا راح انتقل لتحضير الطحينه واللبن والثوم والخبز كمان. تقريبا اخذ 30 دقيقه تماما لحتى استوى الحمص، بس استوى بتحطوا له معلقه ملح خفيفه ورشه كمون، بيعطي طعمه رائعه جدا. كمان بتتركوه شرط 10 دقائق لحتى تضمنوا اخذ الطعمه اللي بدكم اياها. وهلا رح ننتقل لتقطيع الخبز. مثل ما انكم لاحظين في عندي هون رغيف خبز، رح افرمه بهالشكل هذا فرم بحيث يطلع منظره كتير ظريف. فيكم كمان تقطعوه بايديكم ما عندكم مشكله، ما رح طول عليكم كتير. بهالشكل هذا بتقطعوهم عشان يكون منظرهم رائع على التقديم. شايفين شو عم بفرمون؟ فرمت رغيفين خبز مثل ما انكم لاحظين بهالشكل هذا. هلا بدي اقليهم. وجهزت معي هون كاستين لبن، ثلاث ارباع الكاسه طحينه، وفي عندي هون سنتوم والملح حسب الرغبه والكمون وعصره الليمونه، هدول لتحضير البدوي. هلا بدي زيت لحتى يحمى، وبس حمي الزيت رح نزل الخبز فوق منه وقليه تقلاي خفيفه، ما تقلوا كثير لاني طعمته بتعطيكم على حرق، فلذلك خليه يكون على شقار شوي بيطلع اطيب بكثير. رح نستنى مع بعضنا لحتى يحمى. بسم الله. لاحظتوا معي الزيت حامي كتير، تقليبة خفيفة بس لحتى يتحمصوا. لاحظوا معي هاللون الظريف اللي اخدته، انا بحب لونه ذهبي الصراحة بهالشكل هاد. مباشرة بتفضوه على ورق المطبخ. بسم الله، هذا هو البدايات. والحمص كمان صار عندي جاهز، راح فرجيكم هلا كيف بدي اخذ البدوي منه. طبعا كل كاستين لبن بدها تقريبا كاستين حمص مع ميته، انا باخذ كب شاي بهالشكل هاد، بدي اربع كب شايات مع ميتون. لاحظتوا المي شد قليله، هي ثلاث كب جايات، هي اربع كب جايات مع ميتون، بدي اياهم يبردوا شوي لحتى اخذهم على الخلاط وباشر بالبدوي. في عندي هون كاستين لبن مثل ما قلنا في البداية، راح فضيهم مباشرة فوق الخلاط. طبعا هذا الموضوع كله تقديري، بس انا اعطيكم عيارات مجربة وشاغل عليها على طول. طبعا تحت الزود والنقص حسب الكمية اللي انتم بتعملوها، بس اليوم هاي الكمية هيك مقاديرها. كاستين لبن مثل ما انكم لاحظين، انا بحب تكون البدوة كتير الصراحة لان هي اطيب شيء. راح اضيف فوق منها 3 ارباع الكاسة طحينة عفوا. وفي عندي هون سنتوم والملح تقديري معلقة ورشة كمون خفيفة. وفي عندي هون تقريبا يعني ربع الكاسة عصير ليمون. وهلا بضيف المكون الأساسي اللي هو أربع كب جايات الحمص مع ميته. هيك صار عندي المكونات كلها جاهزة. هلا رح شغل الخلاط واخلطها. راح ندوق ملحه ونشوف كيف طلع معنا وقوامه. قوامه سميك. شو بتعملوا بهالحالة هاي؟ إذا بهالسماكة قوامه بترجع بتضيفوا له نص معلقة أو كبجاية مي. طبعاً مية الحمص، ومشان النعومة والبرغلة بنعمل فيه نفس تكتيك الحمص، بنضيف عليه أربع مكعبات بوز. هاي شو بتساوي في الحركة هاي؟ ما حدا بيعمل الصراحة، بتعطيكم نعومة كتير كبيرة.
للبدوي. راح نرجع نسكر عليه ونشغل. بعد تقريبا 5 دقائق تماما لاحظوا معي القوام كيف صار. بسم الله ما شاء الله، شوفوا النعومة، البرغة اللي راحت. هذا السر اليوم، اعطيتكم اياه جديد ان شاء الله، راح يعجبكم كتير واستخدموه، راح تفرق معكم كتير الطعمة. راح فرجيكم كيف راح شكلها اليوم بطريقتنا. اول شيء بنحط خبز، طبعا جرت العادة انه الناس بيصبوا بصحون كبيرة وبيعملوه في البيت، بس انا بفضل الصحون الصغيرة وكل واحد بتعمل له صحنه الخاص. مثل ما انكم لاحظين 3 صحون عندي. تحطوا الخبز بالبداية المحمص، ومنضيف فوق منه مرقة الحمص مع شوية حمص بس لحتى يتشتش الخبز مع بعضه، وبنرجع منضيف فوقه الطحينة. لاحظتوا معي كيف؟ راح تاكلوا فتة، راح تدعولي عليها وراح تعجبكم كتير. لاحظتوا معي بعد ما ضفت الخبز، هلا بدي اضيف الحمص. بسم الله. وراح نسمي بسم الله وشوفوا لي قوام البدوي. كل ما كانت البدوي كتيرة كل ما اعطتكم اطيب للفتة. لاحظتوا معنا؟ بسم الله ما شاء الله على هيك فتة. راح فرجيكم كيف راح زينها، وكل ما كانت البدوة كتيرة كل ما صارت أطيب. رشة خفيفة، وإذا بدكم تزينوها كمان بشوية حمص فوق منها ما عندكم مشكلة، لأني هلا بدها تجي فوق منها طشة السمنة. بنزينها بفليفلة. والكمون بهلا اكله كمان اساسي. واللي عنده صنوبر يدلل حاله، اليوم راح ادللكم انا كمان بالصنوبر. والبقدونسات اللون الاخضر يعني ضروري. وشوفوا لي هالصنوبر اللي عم بقلي. طبعا السمن عندي عربي، واللي عنده سمن نباتي يحط، سمن عربي يحط اللي بده اياه. بنفضي الصنوبر مشان ما يحترق، وبنرجع منطشة طشة السمنة. واسمع لي هالصوت يا غالي. بسم الله. طبعا السمن يفضل يكون عربي، بيطلع أطيب كتير. وهيك صارت عندي الفتة جاهزة، فيكن تقدموا جنبل منها مخلل، خيار، بندورة اللي بدكم اياه. شوفوا لي هالقوام هاد، تحريكة خفيفة يا حبايب. شوفوا لي الخبز والحمص كيف صار، وراح ندوقها ونعطيكم رأينا. بسم الله. والله المعلقة الأولى ما كفت معي، فبدي أخذ الصحن وروح كمله، وبعد المنة رح أعطيكم رأينا. أنتوا جربوا الطريقة واكتبوا لنا في التعليقات شو رأيكم فيها. لهون كان معكم شيف أبو ضياء الدسوقي، وهذا اللايك كتير أساسي، ولا تنسونا من صالح دعائكم. سلام عليكم.